أما دلوقتي فحابين نتكلم معاكم عن مهرجان سينمائي جديد هيتعمل لأول مرة، دورته الأولى هتكون السنة دي، والمهرجان ده هيكون موجود في مدينة السلام في شرم الشيخ. يمكن احنا بقالنا أكتر من سنة بقينا بنشوف مهرجانات فنية بتتعمل في أماكن مختلفة، بتتعمل بشكل مختلف حتى، وممكن تتعمل كمان في مدن ساحلية أو سياحية تشجع الناس ان هم يجوا يشوفوا البلد ويزوروا البلد، حتى لو مش فنانين او مش حد مشارك في المهرجان ولكن بيحب يتعرف على ثقافة المكان اللي بيعمل مهرجان فني، يشوف فنانين، ممكن يكون متابع جيد للحركة الفنية والسينمائية وحابب ان هو يتفرج على ده. المهرجان اللي بنتكلم عنه هو مهرجان السينما العربية، زي ما قلت لكم هيبتدي اول دورة ليه السنة دي في مدينة شرم الشيخ برئاسة الأستاذ أيمن الحكيم. والحقيقة أنه هو عامل برنامج حلو جدا جدا على هامش المهرجان لفنان من أهم الفنانين في مصر والوطن العربي، وهو الفنان عادل إمام. بالظبط كده، زي ما نورا قالت، يمكن طبعا المهرجانات الفنيه والسينمائيه مهمه جدا، انها مش بس عشان يكون فيها افلام جديده بنشوفها، وكمان يكون فيها انشطه للسينما مهمه جدا وصناع السينما، وبتشجع كل صناع السينما ان هم يبهرونا دايما ويخلي ابداعهم في نشاط دائم. لكن كمان فكره ان احنا نخلي على هامش المهرجان يكون في معرض لفنان كبير وعظيم، يعني بنعتبره ان هو ثروه من ثروات مصر الفنية الكبيرة، اللي مفيش أي حب هيقدر يوفي حقه أو أي كلام يقدر يوفي حقه هو الفنان عادل إمام. فكرة عظيمة جدا جدا، وفكرة أن الفنان عادل إمام يكون في أول دورة للمهرجان العربي للسينما في شرم الشيخ، دي فكرة هتبقى حلوة قوي قوي. بالظبط كده، علشان بقى يعني نعرف تفاصيل اكتر عن المهرجان وعن الدوره الاولى بالتحديد، معانا دلوقتي على التليفون الاستاذ والكاتب ايمن الحكيم، رئيس مهرجان السينما العربيه. الو. ايوه مساء الخير. مساء الخير يا فندم، منورنا. ربنا يخليك ويشكرك. يعني حابين نعرف من حضرتك اكتر كده عن مهرجان السينما العربيه، وخصوصا ان هو اول دوره ليه، فاكيد الناس حابه تعرف تفاصيل اكتر عن المهرجان وعن التوقيت بتاعه بالظبط، هيكون امتى؟ تمام. دلوقتي احنا اسمنا جمهوريه مصر العربيه، فما نعمل مهرجان السينما العربيه اكيد ان احنا يعني عاملين حاجه صح. يعني ما ينفعش يبقى في مهرجان للسينما الاوروبيه والاسيويه والافريقيه وما يبقاش في مهرجان السينما العربيه، يعني احنا في النهايه دوله عربيه يعني. فالحقيقه عشان كده فكرنا نعمل هذا المهرجان، هيبقى في مدينه شرم الشيخ ان شاء الله في شهر 7. كل الموافقات الحقيقه الحمد لله تمت، وبنشتغل دلوقتي بنجهز للدوره الاولى. وزي ما انت قلت الحقيقه عندنا فعاليه مهمه جدا، احتفال، وان شاء الله نهدي الدوره لاسم الفنان الكبير الاستاذ عادل امام. وهو حتى الان الاستاذ عادل امام هو نجم السينما العربيه الاول حتى الان. يعني احنا بنحتفل السنه دي بمرور 60 سنه على بدايته مع الفن. استاذ عادل اول حاجه عملها كانت سنه 63، اول ظهور ليه. السنه دي ب 60 سنه، ده رقم الحقيقه اسطوري، رقم قياسي الحقيقه في تاريخ مش مصر بس، وعربي وعالمي الحقيقه. فنان يقعد تاريخ متصل 60 سنه. الاستاذ عادل صاحب ارقام قياسيه الحقيقه، فاحنا بنحتفل بيه السنه دي وحقه. عاملين عنه احتفاليه كبيره هيحضرها ان شاء الله يعني كل النجوم اللي اشتغلوا معاه. انا الحقيقه كل ما اكلم حد مثلا فنان كبير الهام شاهين، يسرى، كل الناس الحقيقه لما تيجي اسم الاستاذ عادل امام تلاقي موافقه بلا تردد الحقيقه. كل الناس عايزه تحتفل بيه. فان شاء الله نكرمه ونعمل عنه احتفاليه تليق بيه. وعاملين الحقيقه حاجات يعني مختلفه شويه. يعني نفسنا نعمل حاجه مثلا، احنا بنفكر في صديق لينا جميل بقاله 30 سنه بيشتغل في جمع كل تراث الاستاذ عادل امام، الاستاذ احمد جمال. الأستاذ أحمد جمال جمع مثلا عنده 14,000 جورنان و 14,000 مجلة بترصد كل ما نشر عن الأستاذ عادل من يوم ما بدأ. ده أرشيف عظيم يا أستاذ أيمن. 4,000 صورة مثلا، كل الأفيشات أفلامه، البامفلت اللي كانت تتوزع، تماثيل ليه، حاجات مقتنيات شخصية. فأنت قدام متحف الأستاذ عادل، نفسنا الحقيقة نعمله في أثناء المهرجان يعني.
استاذ ايمن، يمكن دلوقتي برضو لما حضرتك بتتكلم على استاذ عادل امام النجم الكبير لفت نظرنا طبعا تاريخ كبير جدا وعريق من الافلام ومسلسلات ومسرح، وهيبقى في جهد جامد جدا ان يعني زي ما انت بتقول 14000 جورنال و14000 حد كتب عليه او مقاله كتب عليه، ازاي هتقدر تجمع كل ده او تعرض ده للناس؟ هيبقى الطريقه عامله ازاي؟ يعني في اطار معرض في كل نماذج من كل الحاجات اللي اتنشرت عنه. طبعا احنا بنتكلم في 60 سنه، يعني الحقيقه صعب جدا، احنا محتاجين مساحه شعبيه عشان نعرض الحاجات دي كلها. بالظبط. بس الاستاذ عادل بيتلاقي، يعني هنعرض في صور نادره، في افيشات افلام نادره، هتلاقي في حاجات الحقيقه هتخطف العين يعني. وبالمناسبه يعني السنه دي يعني انا اصدرت كتاب يعني يعتبر سيره للاستاذ عادل الحرفوش، ده صدر في المعرض الكتاب اللي فات. انا يعني الحقيقه اتشرفت ان انا كنت اعرف الاستاذ عادل يعني عن قرب شويه. والاستاذ عادل شخصيه من اجمل ما يمكن الحقيقه، ربنا يديله الصحه وطول العمر. فانت بتتكلم يعني انا شفت الاستاذ عادل مره في بيروت، سافرت معاه بيروت، شفت الناس تقابله هناك يعني كانه رئيس جمهوريه. الحقيقه كانت الناس في المطار مظاهره حب للاستاذ عادل، فهو بيتعامل الحقيقه الاستاذ عادل بيتعامل كانه رئيس جمهوريه التمثيل في العالم العربي. طبعا هو فنان محبوب، يعني انا كنت بقول في الاول ان هو مش في مصر بس ولكن على مستوى الوطن العربي، يعني ليه جماهيريه كبيره جدا وكل الناس بتحبه وبتحب تتفرج على اعماله. واعتقد انه عادل امام من الفنانين القليلين اللي تحسهم كده في قلوبنا ليهم مكانه مختلفه عن اي فنان تاني او فنانين تانيين. اكيد ممكن نبقى بنحبهم ولكن ده بنحسه كده ان هو في حته تانيه مهما عدى وقت ومهما عمل اعمال، يعني ربنا يديه الصحه كده. طيب ده كلامك صحيح فعلا، والاستاذ عادل انا بعتبره زي واحد زي فنان الشعب، هو مؤثر يعني واصل لكل طبقات الشعب المصري، وتحس ان هو افلامه الناس حافظاها، حتى افيهات افلامه الناس حافظاها، يعني الحقيقه مؤثر في الحياه اليوميه للناس يعني. صح. طيب حابب اسال حضرتك برضو عن ليه اخترتوا مدينه شرم الشيخ بالتحديد، وامتى هيكون المهرجان، هيقام امتى؟ مدينة شرم الشيخ أولا مدينة بقت عالمية بعد مؤتمر المناخ اللي فات، العالم كله عارف شرم الشيخ، يعني شرم الشيخ مش محتاجة دعاية الحقيقة، يعني احنا الحقيقة نتشرف إن احنا موجودين هناك، وعندنا دعم الحقيقة غير محدود من حد اللي هو خالد فودة. هو حتى المهرجان ده الحقيقة ابنه يعني مهرجانه، فالحقيقة مقدم لنا كل دعم وكل يعني كل تسهيلات الحقيقة. وعايز اقول لك العالم العربي كله بيحب شرم الشيخ، يعني انا السياحه العربيه تحس كتير من السياح العربي يروح شرم الشيخ، فهي مدينه عربيه الحقيقه شرم الشيخ. وطبعا بعد مؤتمر المناخ الحقيقه بقى يعني فيها نقله حضاريه، بقت حتى كمان صديقه للبيئه، مدينه خضراء الحقيقه. فاحنا يعني الحقيقه شرف لينا ان احنا نعمل المهرجان هناك. بالاضافه ان شرم الشيخ الحقيقه ليها يعني كمان مغزى، هي المدينه اقرب مدينه بين الجزء الافريقي العربي والجزء الاسيوي. عارفه العالم العربي جزئين، في اسيا وفي افريقيا، فشرم الشيخ على الحدود بين الطرفين الحقيقه، فدي فيها مغزى بالنسبه لنا كمان. حلو. استاذ ايمن برضو عايز اسال حضرتك على جانب الانشطه اللي موجوده كمعرض الفنان عادل امام في المهرجان، هيبقى في انشطه زي ايه تاني موجوده في المهرجان؟ احنا عندنا مهرجان كامل فيه اربع مسابقات، مسابقة افلام طويله، افلام قصيره، افلام تحريك، افلام طلبه. احنا الحقيقه مهتمين جدا بالطلبه، طلبه معاهد السينما في العالم العربي، دول مستقبل السينما الحقيقه، وفي مسابقه ليهم. والحقيقه عايز اقول لك خبر جديد، ان يعني انا كنت مع المهندس اسامه الشيخ الخبير الاعلامي الكبير، فقرر ان هو يقدم جايزه باسم المخرج السعودي عبد الله المحيسن للفائزين في مسابقه الطلبه. عارفة طلبة السينما في الأول حياتهم بيبقوا محتاجين دعم مادي. يعني هو الشهادة طبعا والأوتيما والحاجات دي مهمة بالنسبة له، بس هو في النهاية محتاج دعم مادي عشان يعمل فيلم جديد، عنده فيلم جديد، مشروع عايز يموله. فبتبقى الجائزة المالية بالنسبة له مهمة جدا. أكيد. فإحنا الحقيقة عندنا الحقيقة اهتمام بطلبة السينما في العالم العربي، ومقدمنا لهم الحقيقة في مسابقة وفي جوائز مالية الحقيقة محترمة جدا يعني. فمهرجان كبير الحقيقه، عندنا مسابقات، عندنا فعاليات، ندوات، يعني احنا كمان الحقيقه عندنا حاجه الحقيقه برضه يعني نعتز بيها. السنه دي في ذكرى 50 سنه على رحيل عميد الادب العربي طه حسين.
فعندنا يعني عندنا احتفالية باسمها سينما طاحتي. الأفلام اللي اتخذت عن رواياته زي الحب الضائع، دعاء الكروان، الأفلام اللي اتعملت عن سيرته الذاتية. فطه حسين الحقيقه برضه قيمه كبيره في المصريه وعربيه، برضه بنحتفل بيه الحقيقه برضه في المهرجان. في لجنه تحكيم محترمه يعني على راسها المخرجه الاستاذه ايناس الدغيبي، فيها اسماء مهمه جدا مصريه وعربيه. فاحنا بنعمل مهرجان عربي حقيقي يعني. الحقيقه في نجوم، كل النجوم العرب مرحب بيهم، كل الدول العربيه وسينما العالم العربي مرحب بيها. فالحقيقه يعني نفسنا يعني الحقيقه مصر ترجع تاني هي عاصمه السينما العربيه. ان شاء الله. طيب استاذ ايمن، ممكن برضو حد كده يبقى بيتفرج علينا يقول احنا عندنا اكتر من مهرجان لصناعه السينما موجود في مصر، ايه اللي هيميز مهرجان السينما العربيه عن باقي المهرجانات دي؟ اولا الحقيقه لما تشوف عدد المهرجانات في مصر يعني الحقيقه يعني عايز اقول لك قليله جدا. المغرب تقريبا مثلا دوله المغرب الشقيقه الحقيقه عندهم كل اسبوع مهرجان. فاحنا الحقيقه عدد عندنا الحقيقه محدود جدا كمهرجانات الحقيقه. ومصر دوله كبيره تستهلك كم من المهرجانات دي بتاريخها الفني. احنا اللي يميزنا ان احنا مهرجان عربي خاص بالافلام العربيه او السينما العربيه. يميزنا ان احنا في مدينه عالميه زي شرم الشيخ. يميزنا الفعاليات اللي احنا بنقدمها الحقيقه، وانا اعتقد ان يعني انا مش عايز احرق كل الفعاليات، بس احنا عندنا فعاليات مميزه الحقيقه. لا هو انا بقول لك كده عشان تحرق. لا يعني احنا ان شاء الله في مؤتمر صحفي ان شاء الله قريب نجهزه ونعلن فيه كل التفاصيل. ان شاء الله. والحقيقه عندنا والله يعني عايز اقول لك دعم من كل يعني حتى كنت لسه بكلم الصديق العزيز الدكتور مدحت العدل السيناريست الكبير. فبقول له ما تيجي تدير الاحتفاليه بتاعت الاستاذ عادل امام، قال لي فورا دون تردد، قال لي معاك فورا. يعني اللي هو يدير الندوه، فقال لي جدا ده انا شرف ليا ان انا اكون في حاجه يعني تحت اسم الفنان الكبير عادل امام. فيعني الحمد لله ربنا مسهله معانا وكل الناس الحقيقه يعني مقدمه لنا كل الدعم والتيسير يعني. استاذ ايمن، سؤال اخير كنت عايز اساله لحضرتك، هيكون في كام دوله عربيه مشاركه في المهرجان؟ احنا فاتحين الباب لكل الدول العربيه. يعني احنا ما عندناش تحفظ على حد، بالعكس كل الدول العربيه مرحب بيها. بس عمليا لما تيجي تشوف يعني الدول العربيه اللي فيها صناعه سينما مش كتير، يعني مثلا بتتكلم في حوالي 10 12 دوله. والحقيقه عايز اقول لك ملاحظه ان السينما الخليجيه الفتره اللي فاتت اتطورت جدا، بقى في صناعه سينما في السعوديه، افلام سعوديه. ما انا لسه كنت اقول لحضرتك يعني كان زمان او طول الوقت كنا لسه مثلا على السينما المغربيه والسينما اللي في تونس وبالظبط. دلوقتي المجال كمان اتفتح في السعوديه وبقى في افلام. لا دول الخليج الحقيقه بقى فيها صناعه سينما محترمه جدا، فده يعني من حظنا الحقيقه. وعايز اقول لك كمان يعني والله يعني مثلا حتى السودان ربنا يعني فك الكرب اللي هم فيه. السودان فيها صناعه سينما وفيها افلام الحقيقه محترمه جدا. في العراق فيها صناعه سينما قديمه الحقيقه. سوريا، لبنان، الحقيقه لا يعني احنا على الاقل في حوالي 12 دوله عربيه فيها صناعه سينما كبيره ومؤثره يعني. يعني احنا ضامنين الحقيقه برضو افلام كتير. انا عايز اقول لك مثلا رقم برضو بمناسبه الحرق يعني نحرق برضو حاجات ديكو. يعني احنا فتحنا باب قبول الافلام. احنا يعني جالنا حوالي 1400 فيلم. ما شاء الله. حلو قوي. فيعني عايز اقول لك فعلا الناس متعطشه لتعرض افلامها في العالم العربي. في بالعكس في يعني صناع سينما نفسهم يعرضوا افلامهم. فبقول لك بس يعني 1400 فيلم خلال الفتره اللي فاتت يعني. اكيد رقم كبير. سريعا جدا ما قلتليش المهرجان هيكون امتى عشان نحضر نفسنا. في شهر 7 ان شاء الله. حلوة قوي. ان شاء الله في يعني نص 7 يعني. وده يعني هيبقى ميعاد مناسب بقى كل الامتحانات خلصت بقى والطلبه خلصت امتحانات وبتاع والناس راقت شويه من الثانويه العامه والصداع اللي انت عارفاه ده. صح. وشرم الشيخ يعني جوها تحفه طول السنه كده كده. صحيح صحيح. وعايز اقول نسبه الرطوبه كمان هناك صفر يعني مفيش حاجه اسمها صيف في شرم الشيخ. مزبوط. يعني برضو يعني الصيف هناك معقول جدا يعني. انا بشكر حضرتك جدا وبالتوفيق ان شاء الله كده وتكون اولى الدورات موفقه وتعمل الصدى اللي حضرتك بتتمناه، وان شاء الله برضو نكون موجودين نغطي المهرجان بشكل اكبر. بشكرك جدا الاستاذ وكاتب ايمن الحكيم رئيس مهرجان السينما العربيه.